شباك تكلف فلوس، لوحة تكلف فلوس. لا تلوم على الراب، لا تلوم على العباد. أكثر موسيقى مسموعة في البلاد وأكثر موسيقى تحب تجيبها تلافز سمع حاجة بيها رابيو مليح وفما مني على بيك لوب الناس الكل. أنا بديت وأنا فرحانة أصلاً معي حتى أنا فرحانة بيه ذي باش يكون أحسب التلفيو عام 2014 نرمع عبارة حتر خاطر الأسئلة باش تكون على قبل كيفاش بديت وكل ما يهمنيش في حد شيء. أوكي مجاوب بيه بيه ولد الكنز مرحبا بشي معناه ولد الكنز والله ولد الكنز مربوط الاسم جاي من فري ستايل انا صغير قلت فيه ولد 15 فهمت يا اخي صحابي المقربين قعدت هكاك كنز 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 كبشت مشيت صحيح مشيت صحيح بيه وقت سمعت الراب اول مره في حياتك قداش عمرك؟ سيزيام هكاك سيزيام قبل الكوليج بشوي من الوقت هذول يدير الكنز ماكش جو ذاك في الوقت ذاك وقت عرفت فما حاجة وقت عرفت لي فما راب وكبشت فيه بديت نسمع بوم بديت نسمع عن طريق عبيد معناها أول مرة سمعت عن طريق عبيد عجبني الانيفير كملت فيه معناها كملت نسمع وكملت شات فيه مش وقتها وقت البومات وفهمت وكاسيتات فهمت تمشي فما حانوت بركة وقتها تبيع كاسيتات بوب ممكن في تونس الكل في ناس زرقون فهمت كي هبط البوم تاع ناس ولا تاع كذا تمشي بالرسمي وتستنى فماش انترنت فهمت تسمع من عبد يعيش برا الالبوم تك هبط تك تبدا تشرشي عليه ولا عبد يجيبه هكاك وقتي كتبت وين سمعت قعدت هكا نهار من نهارات عام من العوام وقتاش كتبت شنو صار باش تكتب ما نعرفش كنت نلقى روحي خلف في بيبويات فهمت نتحرك ديما مع بيبويات فهمت بيسكو ما يسمع هيب هوب وانا اسمع هيب هوب وعاد صحابي بيبويات ولا تحرك معاهم ما انا بدي ما نعرفش كيفاش وليت نكتب فهمت وقتات نهار كتبت فري ستايل فري ستايليت قعدت هكاك لايف ستايل ما عنديش دات معينه ما نتذكرهاش اول نهار جبت فيه جبت فيه ستيل وكتبت ما نذكر لي وليت الرابي اترافير دي بي بوي وشكون اللي شجعك باش تمشي مش رابيلات لا هما اللي بي بوي قيس قيس شويبي بي بوي هكا بدي تسبي على تسجيل كذا وشي تسجل كنت صعيبة المهم مستحيلة بون انا برسونيل مو برجولية جافي دلا شونس ما كانت ليش صعيبة فهمت ما اول حاجة كتبتها لقيت روحي سجل فيها عند عزم واحد يسجل وقتها فهمت ترونكيل ما ولي سجلي ولي صحابنا وهي دانجر شراوت وسعودي هذا من جروب عرب مايك تيم وليت من التيم وليت صغير معاهم شل قداش عمرك؟ نسجل صغير 17 16 فهمت شل لك معاهم فهمت كونسيراتهم كذا ديما وقتها ما فماش معناها كلمة راب فما شوية فما رابيريتا ما شوية انا بدي وقتها ما نعتبرش روحي رابير فهمت وقتها كان لي هكا فهمت شل اكثر مني الرابي مع الفريستايل اللي معاهم فهمت نكتب بس ما هو في عقلي بتاع الفريستايل كانوا يلوموا علي لان كنت تقول برشا كلام زايد هذاك علي وخلي ساعات برشا ساجل فهمت برابور لعمري ما تقولش بيك انت عمرك 17 تحكي في حكايتك فهمت وقتها فهمت يا خويا سبحان الله حتى رابيرات وقتها اللي انا كنت شيخ عليهم واحد كانوا رابيرات هكاك ماستازيانو وكذا فهمت كنت من الانفلونس نتاعي كانت ولاد بلاد لا فاميليا تيمان معناها العباد هذوك اول عباد ريتهم يرابيو معناها واول عباد حضرت لهم في كونسيرات شو حسيت دخلت الاستوديو؟ حسيت ما حسيتش ايش حسيت دخلت الاستوديو؟ الجو بديت اللغه بديت قبل كنا نعيش في استوديوهات انا حسي بك الحاجه هذيك بتاع قبل هي قبل خاطر ما فماش انترنت لكن اللي باش تعرف العباد شنو هي اللايف بالضبط اللي قاعدين نعيش فيها فماش السوشيال ميديا متاع تو اما قبل بالرسمي كانت العباد تعيش في استوديوهات و تك تك والبومات واللي صحاب ومحلاها وكشي نورمال كانت قبل عادي صحابها وكانت بيفات راه كان مع عباد كانت ريل اكثر كي تبدا بيفات ما تقبلش ومشاكل بالرسمي فهمت شنو راي داركم وقت انت صغير قلت لهم بسم الرابي وكلمة الرابي هذاك فهموها من الاول ولا ولا حاجة بطبيعتي انا غزولة تسمى من عدني الحكاية فهمت كنتش نقرا كان في شيء معناها تسمى من في حاجة في نظافة في الواحد في موسيقى نورمال معناها ايزي
انا ما بقيتش قلق من الدار والعبيد اللي قلق كيفاش تعاملت معهم ما حدش بيهم شغل خميس انا سمعتهم في انتوراجي انا ما عنديش عبيد بالعكس انا كان العبيد اللي سيبورتيت ولا طبيعتي كابتي عبد ما سيبورتيش ولا باد فايبس ان نلعب وديرك كيفي كروه حمراء هذيك ما عادش تعملها في الحياة صحيح بي السين تاع الموسيقى تاع بيبيشنا قبل وطوى كيفاش جست لك كلام حاس غير على طول انا من قبل من اولي ديما نطمح اني ان نتطور كل ما تتطور الموسيقى فهمت مانيش من النوع اللي نعيش في عام 2022 ونحب نكون عام 2090 فهمت ما يعجبنيش عام 2090 هم وما فما شيء فهمت اذا باهي راني موجود في عام 2700 فهمت ما عنديش مشكله مع الموسيقى معناها انا بيرسونيلمون بوندون كارير نتاعي غنيت على الستيل ميوزيكال اللي متوفرين واللي كانوا موجودين كسوا اولد سكول نيو سكول ولا دير ساوث ولا تراب ولا اي نوع تاع موسيقى لازم يكون فهمت ما عنديش كليشيه في الحاجه هذيك انا بالنسبه لي انا نحب الموسيقى الباهيه موسيقى وتتك يعني من المنظور اللي انا نقولها اكثر حاجه غلطت ترى فيها صايره في الكولتور ولا ما زلت من قبل وتوا ما تبدلتش ولا حاجه شويه تضر في اللعبي شويه الكذب فهمت شويه انك تتقمص الشخصيه ماهيش ابرين بعد امور فهمت انا ما مانيش لهنا باش نجوج العباد فهمت اما شويه كنقول اللي حاب يلعبها مجرم وكذا او فما كريديبيليتي من بعد العباد باش ترا فهمت على طول المده بالنسبه لي انا نحب ان العبد يكون كيما هو فهمت يعني ابريتو الجيم تمشي وتتقدم وتقدم اتجاه الجيم في تونس وليت اكبر من تيران تونسي معناها فهمت الجيم تاعنا في الراب اكبر من تيران تاع تونس معناها الميريت تكون في تيران اكبر فهمت اكثر كلمه غلط تحكي عليك اكثر كلمه غلط تحكي عليك حاجتي بيه مش تبرير اما هكا شويه ما ركزتش اللي عنده فكره غلط يجي تنعطيه ما اغلط وما اخلي ما بدكش نبش يخموا علي العبيد فهمت معيش في سيركل صغير معناها مع عبيد تعرفني نعرفهم ان ما خممش في العبيد الاخرى شنو يتخمم علي فهمت ما يهمنيش وجيك شنو صالح فيك الراب في البيت جا بعدني على الدسكي حاجات خايبة لازم يعرفهم جون ما يقراش في حومة داخلة بعضها وكذا فهمت هذيك ديجا أكثر فيكتوار جابها لي الراب معناها فهمت أكا مش عارف بي أول تراك هبطو شنو يعني لك علاش هو بالذات أنت كاتب برشا أكيد أول تراك هبطو شنو يعني لك عادي ميعجبنيش خاطر اول تراك مشيت اول مره للاستوديو سجلت تك تك وقتها ثم سيت اسمه ماكس 25 كذا يعبتوا في تراكات فهمت تاع الكل تاع لعبت كلهم فهمت ما كنت شكل الساتيسفي بيه فهمت كنت ساتيسفي بيه كنت نحب نسمعه هذيك علاش تعطيت لي بعض ديريكت مشيت لي بعض ديريكت صحيح مشيت لي بعض ديريكت فما تراك من اللي عندك الكل يعجبك قريب في اسم لي انا صغير تراك كان يعجبني كنت انا هو اول فيتورينغ نعمل كونكوا مع عبد وقتها في الجيم معروف مع ماستر زيانو فهمت وقتها تراك كنت نحبه على الاخر وين طلعوا زين؟ ما عنديش من مشي ما خاطر ما كانش فما حسني ونمشي ما كانش فما يوتيوب في تونس معناها كان قبل حتى قبل فيسبوك قلت لك كنت سيتات تهبط في سيت واحد ماكس 25 اللي هو ما عادش موجود متسرح ما كون من كبشت معني وقتاش حسيت الراب ثنيتك صحيحه قلت لك كبشت نعيش انا بطبيعتي فهمت ما كنتش نحسب فيها خدمه فهمت كنتش نحسب فيها خدمه لايف ستايل هذيك هي حياتي معناها كيما عبد ياكل يشرب ياكل يشرب يمشي استوديو عادي معناها كنت نحسب فيها اللي هي باش تولي تدخل فلوس انا طومي كي ولا تدخل فلوس الحمد لله حيت عندك خلف عليك ابري حتى كان ما دخلش ما كنتش نغش عليه معناها انت ما فماش وقت حسيت فيه الراب ثنيتك ديما من مال من مال هذيك هذي ما خممتش اسمي هي ثنيتي ولا من با السؤال هذا يعجبني وسالي انا طبعا
وقتاش كنت ساتسفي بروحك وقلت انا طورة الدورة؟ انت معنا مش لعبيش نطرف شك دير ديبار دير ديبار نعرف لنا نقول معنا من عيشتي من انا شنو اسمع مني جيت شنو هي الانفلونس نتاعي لازم يكون كرابور فهمتني كاو كل واحد يتخلق الحاجة باهي ما كيكا ما انا سيتي كوم سا كيكا معنا فهمت ما كنتش نحب ننجح ما كانش عندي فولونتي باش ننجح في قرايه ولا في فهمت كي عرفت الحاجه هذيك حبيت نكمل حياتي في الفاز هذيك هذا احسن فيلم يعجبك في الدنيا الكل فما فيلم يعجبك برشا شو اسمه الفيلم بتاع تهزه واشنطن نسيت اسمه شنو برشا فيلم حب جنود من برشا فيلم عندك الحق حتى انا سؤال صعيب على الاخر هذاك تسالني ندوخ انا برشا اما من جينيراسيون اللي معناها من جينيراسيون تاعي انا اوفري اكثر فيلم مس العباد ناس معناها اللي جون معناها مسلوا بتلحقوهم في نذيه توسكي سكارفيس حاجات هكيك فهمت واش اسمها سيتي اوف جاد السديد من بعد اما سكارفيس سكارفيس اكثر سكارفيس معناها كيما نقولوا ولات مونتاليتي اكثر منها فيلم لبسه العبيد ديجا مش حتى لبسه نو قلدوش باتشينو في لبسه في المود دو في وكيفاش تربح كيفاش تجيب فلوس كيفاش من الصفر فهمت كالجو هذاك اكثر حاجه تخوفك شنو؟ ربي اقنعتني ديجا عواشر طويلة من قدرات شي حاجة تخوف اكثر طول ما ديك فما حاجة ما تعرفش تعملها؟ نعرف طيب تعرف ترسم؟ لا حطينا التصوير مش تصور مش كذا بيا جيب اثنين انا عند مدام اختي في الكوليج سيريش نعطيكم معلومة أخرى ميسي شرحك عليا في المكتب تقييم رياضيات تقييم يا إله الله جاي بسفر شنو تقييم رياضيات تكذي يعملوه في المكتب هذاك كزما يجيك سفر تقييم رياضيات اسمه بي أكثر حاجة مستحيلة تعملها حتى كنت حطيت فيه أما ما تعملهاش مستحيل نعملها إذا باش نتحط في محطة بتاع لازم تصور باش نعمل إذا لازم سينو نمشي فيها أنا باش نعمل يلزم تحطيت فيك أهو يلزم نعمل بطل نحميت فيك تعمل في حاجة أخرى بخلاف الراب نعمل شوية أكتين كبار الراب كهو دمي كله فن ما يتحصرش كين الرسمات مش والله يتحمس مهم أنا واحد شي نجم شي عمل كشان نعمل حاجات اللي نحبها ونجم نعمل كهو أنا فخورة بيك هاتو لكم بروتار ايش معنى كلمة ارتيست عندك؟ كيف حياة معنى متاع الانسان ما هيش مختلفة يعني ما نعرفش نتصور اي عبد مختلف على عبد الاخر اما الفنان زاد ولا الارتيست بطبيعته انسان مختلف في تفكيره على عبد الاخرى يعني في حد ذاته صحيح وشنو الحاجة اللي تنجم تضر؟ تضره كيما كيما يردش باله على كاريره فهمت كيف في اوقات معينه يعمل نمبر تو ولا كذا هذيك حاجه تضر الارتيست يمكن له خدمه دو بلوس وينرجي فهمت بكل فهم شريفه كيفاش تعدي في نهارك؟ شويه خدمه شويه استوديو شويه هكا من شويه اصحاب شوي حفلات شوي جو ربوخيل جو مالا كيكا والله شي الفرق بين قبل وطو مش قبل معنتي راجل كبيرة مش شخص كيكا مقديم في الراب تحكي في الراب
قبل فما مراب وتوا فما راب معناها أما توا لي زوبورتينيتي زادت أكثر معناها هذيك هي معناها فهمت وقبل الفرش توا وجماعة توا باش يفرشوا اللي جايين فهمت هذيك هي كونتينيتي بالعكس فرحان أنا كي وصلت شفت الراب كيفاش قبل كان محقور ومعناها ما يتعدى في حتى بلاصة وتلافز ودرسنية ومن بعد نشوف الراب كيفاش ترانزيسيون كيفاش ولات معناها أكثر موسيقى مسموعة في البلاد وأكثر موسيقى تحب تجيبها تلافز تسمى حاجة بيه حتى الغزلة تبدلت كان قبل هذيك هذيك هي راهو لا تلوم على الراب لا تلوم على العباد معناها حاجة تجي جديدة الفو بروفي عباد خدمة بروفيت وراو اللي هما معناها كيما نقولوا معظم الرابيرات معناها اللي دارت اسمها كل ورا تاعي عباد تخدم ورا تلاقي عباد تعطي من وقتها كذا بعد سابي هذيك هي طب مخلوف كل شيء يصير وراه سبب اه تحس فما مزايا في الدومين هذا لا فمي اون فري فماش مزايا راه فهمت فماش عبد طلع عبد ولا عبد كذا عبد ربي كاتب له وخدم على روحه وهذيك هي فهمت فماش مزايا وما حاجة تنصح بها العبيد مغرومة فيش مغرومة بالراب ربي ومليح ربي والولاد ما تقصوش اي معناها انت تحس اللي ديجا توا فرصتهم خاطر قبل كانت صعيبة ياسور توا هي صعيبة وقتها في حاجات وتوا صعيبة في حاجات توا كيما نقولوا تيراك معناها ولد فيه رابيولات أكثر فهمت لازم تخدم أكثر زادة باش تبان وتعطي وقت أكثر وتنفستي فهمت وكذا وكذا ولازم وفي راميجول كل ما تكبر وتنفست كل ما تكبر أكثر تنفستي أكثر وكاو أما معناها سينو اللي قبل كانت حلمة إنك معناها توصل تولي خدمتك الراب ولا الموسيقى ولا الفن تو ما عادش فريمو حلمة فهمت ولات تخدم على روحك وفهمت عباد وذنها استانست بالراب واستانست بالموسيقى وصحيح معناها فهمت عم فهم مشكلة اي تو هي الموسيقى تكلف فلوس صحيح ولات موجودة فهميش حاجة ما تكلف فلوس اعطيني حاجة ما تكلف شباك تكلف فلوس لوحة تكلف فلوس كيمية يا رب اي حاجة تكلف فلوس فهمت فماش تنجمش تصنع حاجة معناها من غير فلوس ولا تشري حاجة من غير فلوس كوم سا معناها باش كيما حاجة باش مش معناها تتعب عليها راه مش معناها تمشي وتجي راه مش تتعب عليها تتعب تكسر راسك وتجيب فلوس وتعمل كذا وتبدا بالسياسة فهمت هذيك هي راه ماهيش ادوني معناها تقف تقول سلام من الرابي باش تجيك يجيوك لي بروديوسر ويجيوك استوديوات فهمت ماهيش هكاكا فهمت لازم تتعملها وتقولها بكري فما عباد ثم رابيرت في تونس معناها خدمة في معناها خدم مون باراليل فهمت برشا فهمت فما عباد لحمت زاد لها وباعت وعملت فهمت مش ننصح راهو بالفازة ما نحكي لكم فما عباد خدمت حتى في الحلال وكذا لين ربي حلها في وجهه ولا يعرف دي شو كيس واحد باش فهمت انت اما هذيك هي فماش عبد يجيك يقول لك ايجا إجا هبقى شيء محلول إجا نتفرجل ضمكي كبش لازم تمشي تحرك عليه تخدم عليه كما تلمت بشتري تليفون تلمت بشتري كذا كما هذيك هو سيسي أنا بستسمعه نتسكره بالفازة ذي ونحبك تقول حاجة لراحك أقبل فما منه إن شاء الله يكون عام سعيد على عبد الكل وإن شاء الله أنتم زيادة بنجاح فما منه وفما منه على بيج لوف نسكر عايزك علي الكلام وبيك مربوط فما منه اللي بالبلاد مضبوط فما منه بالبطالة مضبوط فما منه اللي مش واضحة الخطوط فما منه